انا قاعد ودلي بدل القهوة ياك والله. قال لا فرحت الله الله. إبراهيم ترى لي في الزكريا الله يرحمه. لا ودي ما تبع. لا خذ اخي إبراهيم. لا ودي. انت تبان منور انت السبب. ما تشكي تبان. ما كنا. لا. هو قاعد زاد لك لي راجل يا بقى. نتفكر شي شوية. احنا موجودين ان شاء الله. ان شاء الله. لا سخونة. تبارك الله. هنا هنا شوية في طنصور زيد شي شوية. بس نورمال هو في البرد زيد شوية وفي الصال زيد شوية بحال هكا. في العشية تكون الريح. بزاف. اشنو هما هنا؟ خديجة. نو سلالي عندك انت يا ودي. سير مزيان. مزيان توكل على الله. اذا مساء الخير ومرحبا بكل المتتبعين ومتتبعات قناه شوف تي في من خلال هذا المباشر. حنا تنتواجدوا الان في مدينه طنجصور نواحي مدينه مراكش، والناس اللي تعرفوا مدينه طنجصور وتعرفوا جماعه حربيل فيما تشاهدوا معنا من خلال هذا المباشر المتتبعين في هذه اللحظه. فاحنا مع السي ابراهيم اللي هو كان مدير في احدى الفنادق، يعني مدير يعني المطاعم، مجموعه ديال المطاعم، والان ما شاء الله يعني اطلق الان مشروع ديالو هنا في مدينه طنجصور. تنعرفوا مدينه طنجصور يعني من المدن الجديده كما تنقولوا، فمش سهل انه انسان يدير مشروع بهذا الحجم وبهذا يعني هذا الميزه، هذا التميز الان في المدينه. فغادي نخليو نشوفوا نقربوا شويه من المسار ديال السي ابراهيم والابن ومدينه ورزازات، ونطلقوا دار الانطلاقه ديالو في هذا الشيء ديال التسيير وتدبير المطاعم بصفه عامه قبل ما انه يقرر انه يدير هذا المشروع في مدينه ديال طنجصور. السي ابراهيم مرحبا بك بعدا معنا. شكرا على الاستضافه ومرحبا بكم عندنا في طنجصور. المسار ديالي انا كنت بديت بيان سور ليكول اوتولير في ورزازات، وابري خدمت شويه في ورزازات، خدمت في زاكورا لان هذوك هي لا ريجيون ديال منين فين تزاديت وفين كبرت. ابري دزت لمراكش اللي خدمت فيها دوبي 1991 من 91 الى يومنا هذا. المهم دوزنا بزاف ديال المطاعم فنادق، الحمد لله تجربه كاينه، دونك علاش لا ما نستغلوها في مشاريع ديالنا اللي هي ديالنا روسنا ونخدموا عند روسنا. نعم، يعني شنو هما يعني الفنادق اللي تقريبا الكبرى يعني العالميه نقولوا المصنفه اللي كنتي يعني المسير فيها؟ كنت في الجولف بالاس في مراكش، هو فين جلست من 91 الى 2021. هو فين جلست، ولكن دوزت بزاف ديال المطاعم لان هذاك فندق كبير وفيه بزاف ديال المطاعم، فيه مطعم مغربي ايطالي اسيوي انترناسيونال، كاين ان بالي دي كونغري، كاين سي اون غروند ديفيرسيتيفيتي ديال لا ريستوراسيون تما. نعم، يعني عاصرتي بزاف ديال لي شاف كما تنقولوا الناس. معنا خدموا نعم. معنا بزاف ديال لي شاف كبار، جاو عندنا دي شاف ايطوالي من برا خدموا معنا. كاينين بيان سور لي شاف اللي كانوا معنا هنا في مغاربه ديالنا بحال السي رشيد مفتوح، بحال السي عصام وكريم، بحال كاين بزاف ديال الشاف هشام، كاين بزاف ديال لي شاف. نعم فوالا. نعم، يعني السي ابراهيم تعرفوا بانه ماشي من السهل انه الانسان يخرج ويدير مشروع بهذه العباره. ماشي سهل بزاف لانه تيبغي كما تنقولوا بيجي، تيبغي راس مال كبير، ويعني كما تنقولوا خدمه متميزه. ولكن علاش بالضبط ما خديتي القرار انك دير مشروع في مدينه طنجصور وما ديروش في مدينه مراكش اللي هي معروفه مشهوره ويعني اللي فيها كثافه سكانيه وفيها يعني الناس اللي ممكن انهم يتماشوا مع هذا المشروع اللي درتي؟ الفكره هو ان لو غرون باترون ديالنا ساكن هنا في طنجصور وبغى ينمي هذه المنطقه هذه، دونك الى بونسي باش يدير مشروع ذو جوده عاليه اللي يستقطب به الناس ديال طنجصور، لان الناس كاينين في طنجصور تيمشيو لمراكش باش يشربوا قهوه ولا باش يتغداوا ولا. دونك لو غران باترون الى بونسي ا سا، دونك دار هذا المشروع كبير في ذو جوده عاليه باش يستقطب الناس اللي كيمشيو مراكش بلا ما يتعدوا حتى لمراكش.
فهمتي، ومنها التنميه ديال المنطقه نعم اللي حنا ساكنين فيها. نعم، يعني واش كان الريسك، يعني كان الخوف في البدايه قبل من انطلاق هذا المشروع، ولا يعني ان كان قرار انه الخطوات والمشروع انه يكمل؟ الخطوه ديال المشروع كانت قرار ديال التوكل على الله. الا درتي اليقين ديالك في الله وسميتو وتوكلتي على الله، الله تيسهل في كل شيء. وإلا عندك البروفيسيوناليزم ولا كاليتي والمسائل، راه تخدم واخا تمشي ما عرفت فين، خصك غير تعرف تسير وتعرف ودير لي برودوي علاش يقلبوا الناس، لان الناس دابا علاش يقلبوا؟ تيقلبوا على كاليتي ولو رابور كاليتي بري، هادشي علاش يقلبوا الناس. دونك فين ما درتي هادشي هذا راه تخدم. نعم. ويكون بيان سور ان بروفيسيوناليزم في الخدمه ديالك والمسائل. نعم. يعني كيفاش كانت ردات الفعل ديال الناس هنا من طامصورت؟ الناس يعرفوا بصفه عامه المغاربه بصفه عامه تعرفوا مدينه طامصورت واحد المدينه هادئه، ناس طبيعيين اجتماعيين بشكل كبير. يعني كيفاش كانت ردات الفعل ديال الناس ساكنه في مدينه طامصورت لانهم من الطبقه المتوسطه او الفقيره بصفه عامه؟ سي توفيق الشعبي اللي هو لو غون باترون ديالنا عايش هنا وعايش مع هاد الناس وعارف لا مونتاليتي وعارف الناس وعارف لو نيفو دو في ديالهم. دونك هادشي علاش خدا هاد القرار هذا. دونك قرر باش يدير المشروع بدون تخوف بدون حتى شي حاجه، لان درس المشروع ديالو قبل ما يديرو. دونك الحمد لله جوسكا بريزون الناس فرحانين، لان اي واحد جا تيقول لك تبارك الله الحمد لله ان طامنصورت بدات تتبان فيها بزاف الحوايج زوينين، تنشوف فيها حوايج زوينين فهمتي. اللي منهم دابا هذا المطعم ديالنا اللي هو لا ميزون رؤى، اللي هو من ارقى المطاعم في طامنصورت. نعم. شنو سر النجاح اللي خلاكم انكم يعني باش تبقاو مستمرين في هذه المدينه بطبيعه الحال؟ سيرة النجاح هو اي مشروع درتيه خصك توقف انت براسك باش تسير المشروع ديالك. الا عطيتي للناس لا رونتابيليتي ما تتكونش 100%، ولكن فاش تخدم في ديالك مقابل ديالك. دونك خص المشروع ينجح باي وسيله كانت، لان خصك تكون لا كاليتي كيف قلنا ولو رابور كاليتي بري، وتستقبل الكليان ديالك وتهلا فيهم، راه اوتوماتيكمون غادي تخدم. نعم ما شاء الله. يعني تنشوفوا بانه انتم عندكم مشروع في مدينه طامنصورت، ما شاء الله دروك مخدمين دي شاف اللي بروفيسيونيل كما تقولوا مهنيين، بالاضافه للافارقه حتى هما اللي خدامين انت معكم هنايا في الريستوراسيون، يعني في هذا المطعم في نفس الوقت ومقهى في نفس الوقت. يعني هاد الامور كلها اللي جميله. قلت لي سي ابراهيم بانه ولات الاشكاليه في هاد الشباب ديال دابا، الخدمه كاينه ولكن اغلبيتهم ما بقاش بيخدموا، بهذه العباره هذه. في الحقيقه الشباب ديال دابا ما بقاش بيخدم. علاش؟ لان بغى الفلوس بلا ما يخدم، وهذه راه ما يمكنش. ولكن العلماء هي اللي دارت هذا المشكل، لان الناس دابا ولات خدامه في الاي كوميرس، جالس في الدار بي سي ديالو والمسائل، تيخدم تيبيع لي برودوي ديالو، في الاخر تيشد لي فليسات باردين، ما ضربت ما راه ما خرج ما. هذا هو المشكل ديال الشباب ديال دابا. ولكن ما نعموش كل شيء، كاينين الناس اللي باغيين يخدموا وتيقلبوا على الخدمه، ماشي ما كاينينش. ولا فورماسيون حتى هي خص المسؤولين يديروا مجهود كبير في لا فورماسيون، لان لا فورماسيون في هاد التواخر بدات تنقص، سي بلو كوم افون. لا فورماسيون اوتوليير خص الناس دير مجهود كبير، المسؤولين يديروا مجهود كبير باش لا فورماسيون تقدم، باش الناس ياخذوا لي ديبلوم ديالهم ويتعلموا حاجات زوينين. وفي تو لي دومين بيان سور جو بارل دو تو لي دومين، والسياحه بالخصوص، لان السياحه سورتو في مراكش، السياحه هي العمود الفقري ديال مراكش. راه اون فوا ما تتكون السياحه تتموت القضيه كلها في مراكش. دونك خص الناس المسؤولين يديروا مجهود كبير في لا فورماسيون اوتوليير، باش الناس ياخذوا ديبلوم ديالهم ويلقاو الخدمه ويتهلاو في الخدام، حتى اللي دار مشروع يتهلا في الخدام. نعم. لان هذاك الخدام هو اللي كيدير المشروع، الا ما كاينش الخدام راه ما كاينش المشروع. والحمد لله حنا جوسكا بريزون الناس اللي معنا راه فرحانين، وكما قلنا واقفين على الشغل ديالنا والخدمه ديالنا، دايرينكم اون فامي، سي با خدامين عند شي حد. نعم. بحال خدامين في ديالهم. نعم. دونك باش الناس يتعلموا بحال هكا،
اي واحد دار مشروع يتهلا في الخدامه ديالو، لان الخدام هو اللي كيدير المشروع، ويتعايشوا معاهم كوم اون فامي باش يكون ان اسبري ديكيب وتمشي الخدمه لقدام ان شاء الله. نعم. يعني كيفاش تشوف انت المستقبل ديال هذه المدينه اللي تيكون فيها الخوف يعني بالنسبه للناس؟ اغلبيه كان ليه استقرار، ولكن كما قلتي تيفضلوا مراكش باش انهم يمشيو يقضيوا الوقت ديالهم، يعني يفوجوا بهذه العباره. لا دابا تا منصورت الحمد لله، حنا دابا بدينا هذه 4 مو اللي شاهدناه هو ان تمنصورت الحمد لله بدات في ليفوليسيون، بداو الناس تيجيو وساكنين هنا، والناس بداو تيصوبوا الدير، كاين الناس اللي شارين الدور شحال هذه وخلوهم دابا ولاو تيصوبوا ديورهم، دونك الناس ناويه تجي هنا، دونك كاين تقدم والحمد لله. سيد الوالي ديغنييغمون راه دار مجهودات كبيره ودشن مشاريع هنا وسميتو، دونك المدينه راه غاديه في تقدم الحمد لله، والناس راه ولات تسكن بزاف هنايا. راه مطلوبه باش اللي خاصه مدينه طمصوص، واش اللي ناقصها انت يعني انت كمستثمر ويعني وكقاطن هنا يعني ساكن هنا في المدينه، يعني اش في نظرك انت؟ لا نقولوا يعني انت كمستثمر نقول لك طمصوص الحمد لله المرافق كاينه من بعد بيكونوا لي فاكولتي، دونك المستقبل كاين، لو بوتونسييل كاين، دونك خص غير الناس تشجع وتوكل على الله، واذا عزمت فتوكل على الله، وما المدينه الحمد لله راه غادي لقدام. نعم. واش المستحيل ممكن سي ابراهيم؟ هذه باش رساله للشباب والحامل المشاريع بصفه عامه. بيان سور المستحيل ممكن. اي واحد دار مجهود راه لابد ما ياخذ الكفاءه ديالو، لابد. نعم. لا لان الا درتي مجهود راه غادي تكافئ، ما درتيش مجهود راه ما تاخذ والو. واللي ما دار اللي ما غيسكاش في الحياه ديالو عمرو ما يزيد لقدام، خصك تريسكي باش تمشي لقدام، لان اللي ما طيحاتك غادي تنوضك. ديما الانسان يكون مغامر في الحياه ديالو ويتوكل على الله وتكون النيه ديالو حسنه، راه كلشي غادي يولي مزيان لقدام ان شاء الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هذا هو الهدف ديالنا. يعني كنا اليوم مع سي ابراهيم وصاحب المشروع بصفه عامه. وصل الوقت. يعني غادي نبقاو هاد المباشر هذا متتبعينا الان في هذه اللحظات. صاحب المشروع اللي هو اللي فكر اللي قرر انه يدير هذا المشروع اللي مشروع راقي في مدينه طمصوط، وماشي من السهل انه الانسان ياخذ هاد المبادره باش انه يعني يطلق هذا المشروع هنا في وسط مدينه كما سبق وذكرت اغلبيه تعرف هذه المدينه مدينه طمصوط، لانه مدينة ربما أنه كل شيء النواحي سواء ساكنة مدينة مراكش أو الناس يعني تحاولوا أنهم يمشوا يبعدوا على مدينة مراكش نظرا للغلاء، هاد الناس يعني فكروا أنهم يديروا هذا المشروع داخل هذه المدينة باش أنهم يحاولوا يطوروا من الحياة ومن الوقت يعني بصفة عامة في هذه المدينة، باش أن هذه المدينة تروش شوية وأنه تحرك في هذه المشاريع الآن اللي تنعيشوها. تنتمنى انه ان شاء الله في المستقبل انه كما تنقولوا هذه مدينه يلاه جايه تنطلق، فنتمنى ان شاء الله يكون في الخير. ما بقى لي نشكركم، شكرا لكم، هذه نشوفكم ان شاء الله في مباشر اخر على قناه شوفتي.